أوقفت نفسي للحسين وغايتي أحظى بفوز في جنان الآخرة وسموت في قدس الماتم خادما لا يخدع الشيطان نفس الطاهرة إن جارت الدنيا وخيم ليلها حب الحسين سفينتي وشائرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الضابط لتوثيق الأخبار التي يطبقها الفقهاء في الفقه لا ينبغي أن تكون هي الضابطة لتوثيق الأخبار في التاريخ وفي المقتل، هذا مبدئيا نقوله. فلا ينبغي أن يستغرب الباحث بعض الروايات الواردة في المقتل أو في التاريخ لكونها مرسلة أو لكونها مجهولة الراوي. إذا وردت الرواية في كتاب معتمد أو رواها كاتب معتمد أو لم تظهر على الرواية علامة على الكذب، فالقاعدة العقلائية تقتضي التصديق، لأن الأصل هو وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر. الأصل العقلائي الذي يقول بأصالة التصديق وأصل الصحة يؤمنان هذا الطريق، فبناء على هذا تترتب جملة من الآثار، منها أن الرواية لا تفترق إذا وردت في كتاب متقدم أو في كتاب متأخر. مقتل المتأخرين كمقتل المتقدمين إذا ذكر جملة من الأحداث والوقايع، كما لا فرق بين الكتاب العربي والكتاب غير العربي إذا وردت الرواية فيهما، ولا فرق بين كتاب مطبوع وبين كتاب مخطوط. عقلائيا بحسب الأصلين لا فرق بين هذه وهذه، فعدم وجود الرواية في كتب المتقدمين هذا لا ينبغي أن يكون سببا لرد الرواية. عدم العثور على الرواية في الكتب المتقدمة ليس سببا كافيا لرد هذه الروايات. لماذا؟ لأنه ليس كل كتب المتقدمين وصلت إلينا وصارت في المتداول، بعضها ربما وصلت بالطرق الخاصة التي ليست في المتداول. ولعل من المألوف عند المتقدمين أنهم ينقلون الرواية إرسالا في كتبهم، اللي عنده ممارسة وخبرة على الكتب المتقدمة يدرك هذا الذي أقوله. من هنا نشأت مؤسسات كثيرة لتحقيق الكتب،
وبذلت فيها جهود ولا زالت تبذل جهود لتحقيق الكتب القديمة والكتب المخطوطة، لأن المألوف عندهم ليس كما هو المعروف الآن عندنا. يذكرون الرواية ويمرون عليها في أي مصدر وجدوها، في أي كتاب كانت، ليس بالضرورة يذكرون اسم الكتاب الذي نقلوا عنه أو اسم المؤلف الذي ينقلون عنه. فلذا مؤسسات التحقيق الآن جزاهم الله خيرا تصدوا لتحقيق هذه الكتب الموجودة، لأن المتقدمين والمتأخرين عنهم يرسلون الأخبار إرسالا في كتبهم، فاحتجنا إلى التحقيق وإرجاع الأمور إلى مصادرها القديمة. هذا الذي أقوله ليس مما ننفرد به نحن، طائفة كبيرة من أعلام علمائنا على هذا الرأي، أن المعتبر في المنقولات وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر. وثاقة الخبر يمكن أن نحرزها عبر القرائن، من القرائن، ومن القرائن الأصول العقلائية، أصالة التصديق، أصالة الصحة، تضافر المضمون. وسأذكر لكم لهذه القضية شاهد حتى ترتفع أيضا بعض الشبهات. الذي يتتبع كتب التراجم، ويمكن لأهل البحث والتحقيق يتتبعون، يشوفون كتاب النجاشي، يشوفون كتاب الشيخ الطوسي في الرجال وفي الفهرس، أو فهرس النجاشي، لأن كتاب النجاشي هو مو كتاب رجال، هو فهرس للكتب، بس لأنه فقدت كتب تراجم الرجال هو صار من مصادر تراجم الرجال، وغيره من كتب الرجال. نجد أن الكثير، وهذا المزعم مو ادعاء، تحقيقا أقوله، الكثير من رواة الحديث من تلاميذ الأئمة عليهم السلام كتبوا مقتلا للحسين عليه السلام، وكتبوا بعضهم مقتلا لأمير المؤمنين، مقتل أمير المؤمنين كتبوا، أما في مقتل الحسين فالكثير منهم كتبوا لدواعي عديدة، منها لحث الأئمة رواة الحديث على تدوين المقتل لأجل إبقائه وإبقاء حوادث المقتل، هذا كان بتشجيع من الأئمة عليهم السلام. في نفس الوقت حتى يردوا شبهات الفرق الضالة، لأن بعض الفرق الضالة إجت ادعت بأن الحسين ما استشهد في كربلاء وإنما رفعه الله عز وجل، سووا فرد شبهة أشاعوها بين بسطاء الناس حتى يضللونهم. ولا تبعد أن تكون السياسة وراء هذه، لأن كربلاء ومرقد الحسين على طول التاريخ هو منبع للحث الروحي والمعنوية الكبيرة في الناس، ومجمع أهل الإيمان، فأشاعوا مثل هذه الفتنة بين الناس. الأئمة عليهم السلام حثوا تلامذتهم على كتابة مقتل، والعدد الذي يجده الباحث في مثل كتاب النجاشي وفهرست الشيخ وغيره من الذين كتبوا في المقتل ليس بالقليل أبدا. هذا داعي. الداعي الثاني أنهم كان يقرؤون هذا المقتل في المجالس، مجالسهم على ماذا كانت تقوم؟ المتقدمون خب مجالسهم مو مثل مجالسنا الآن، محاضرة وكذا، كان يصعد المتحدث يقرأ لهم المقتل، فهذه الكتب كانت هي مادة المجالس التي تنعقد يقرأ المقتل على الناس، فالكثير من رواة الحديث دونوا المقتل.
خصوصا مع وجود الروايات الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمة عليهم السلام في استحباب ذكر الحسين والبكاء عليه وإحياء أمره، وكذلك إشاعة هذا الأمر بين الناس حتى الناس لا تغفل عنه، لأنه من أجل مصاديق مظلومية أهل البيت عليهم السلام هو شهادة الحسين. السبب الثالث أنهم كانوا يتقربون إلى الله وإلى رسوله ويسعدون فاطمة بهذه الكتب. إذا يكون زائر الحسين يسعد فاطمة، والذي ينظم شعرا في الحسين يدخل السرور على قلب رسول الله وعلى الأئمة الطاهرين وعلى قلب فاطمة، هو الذي يدون المقتل ويخلد ذكر الحسين، هذا أيضا وسيلة من وسائل القرب. فإذا الكثير من رواة الحديث من تلاميذ الأئمة عليهم السلام كتبوا كتبا في المقتل، ولكن أين هذه الكتب؟ ليست في متناولنا، غير موجودة في المتناول الأيدي. يستفاد من بعض الشواهد أن الشيخ الصدوق واحد من علمائنا الذين كتبوا في المقتل، عنده كتاب في المقتل، وفي كتابه هذا ضمن الكثير من فضائل العباس عليه السلام. أكو إشارات في كتاب الخصال، اللي يريد يرجع هناك ربما يجد هذا المعنى، ولكن كتاب الشيخ الصدوق في المقتل لم يصل إليه. وضاعت بهذا الكثير من الوقائع والحوادث. مؤلفات الشيخ الصدوق شقد؟ بحسب بعض الإحصاءات 300 كتاب. اللي وصل إلينا من كتبه يعد بالأصابع. إشكد ضاعت من الروايات، إشكد ضاعت من الأخبار، ومقتله شنو كان يتضمن من وقائع ومن أحداث ما وصلت إليه. زين، أبرز الكتب التاريخية اللي اليوم في متناولنا شنو هي؟ كتاب الطبري، كتاب الكامل لابن الأثير مثلا، مروج الذهب للمسعودي وغيرها، أشاروا إلى بعض الحوادث في عاشوراء. منين أخذوها؟ من مقتل لوط ابن مخلف. أخذوه هذا الرجل لوط ابن مخلف الأزدي، شيخ أهل الأخبار والوجه فيهم، كوفي من أهل الكوفة، كان ثقة. النجاشي يقول يسكن إلى ما يرويه، يعني تطمئن إلى ما يرويه. روى عن الإمام الصادق وصنف كتبا كثيرة في التاريخ وفي السيرة، ومنها المقتل الذي كتبه. النجاشي ترجم له، الشيخ الطوسي ترجم له، ومن العامة أيضا العديد منهم ترجموا إليه وقالوا هو معتمد فيما ينقل. زين، إذن هو هذا الكتاب مال ابن مخنف هو الأصل لتاريخ الطبري وتاريخ الكامل والمسعودي، هو الأصل، ما عندهم مصدر غير هذا المصدر. هو الكتاب مو موجود عند الطبري، كان موجودا عند ابن الأثير، كان موجودا. الطبري وابن الأثير والمسعودي ما نقلوا كل ما في المقتل أبي مخلف، وإنما اختصروا منه، ما
بعض الأشياء أخذوها ونقلوها، مو كل المقتل. إذن هذا الذي ذكره الطبري بعض مقتل أبي مخنف مو كله. إذا كان عندنا الكتاب إش قد كنا نجد فيه وقايع وأحداث وأخبار الآن ما وصلت إلينا، في متداول العموم ما وصلت، ولكن ربما عند الخواص توفرت. زين، هو أبو مخنف منين ينقل؟ عمن يروي مقتل الحسين؟ يعني هو ما عاصر هو الواقعة، هو روى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وبعضهم قال روى عن الباقر، وفيه كلام هذا أنه بالفعل روى عن الباقر أم لا، لكنه روى عن الإمام الصادق. إذن هو من أين يروي الواقعة؟ يروي عن جملة ممن حضر الواقعة مثل حميد ابن مسلم، يروي جملة من الوقايع، الضحاك المشرقي اللي نصر الحسين وفي نصف الطريق تركه ورحل، معروفة قضيته في المقتل. هذول كانوا شهود عيان للواقع، رووا هو هم دون ونقل. بعضهم من نفس جيش بني أمية نقلوا أحداث لمن يتفطن ويتبصر فيها يتوصل إلى الكثير من الوقايع التي انفردت بها بعض المقاتل وروتها بعنوان مرسل أو مجهول الراوي. بس أذكر لكم شواهد. كانوا في جيش بني أمية ويروون روايات تدين سياسة بني أمية وجيش بني أمية، يعني يروون ما ينقدهم ويقدح فيهم. لاحظوا مثلا هذه رواية تاريخية يرويها أحدهم في وصف أصحاب الحسين وكيف كانت مواقفهم مع الحسين في عاشوراء، اللي يلتفت إلى فقاهة اللفظ، فهم إشارات اللفظ ودلائل اللفظ، يقرأ ما وراء الحدث أيضا يفتهم. يقول في وصفهم: ثارت علينا عصابة أصحاب الحسين، أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية أو الاستيلاء على الملك. هذا علق عليها، أو الاستيلاء على الملك. فلو كففنا عنها رويدا، لو شوي انطيناهم مجال على تعبيرنا، لأتت على العسكر بكامله. إش قد اللي تصدوا لمحاربة الحسين الذين باشروا في قتل الحسين، بعضهم يقول 30,000 وبعضهم 40 وبعضهم 70، أما التحشيد اللي كان فاق 100,000 وبعضهم أكثر من هذا بكثير. يقول جيوش أطبقت الصحراء بين الكوفة وكربلاء، بس اللي باشروا القتال اللي نفذوا القتال بعضهم 30,000 وبعضهم 40,000. زين، إذن هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا النص قد بي دلالات. إذن إذا تجيك رواية من مقتل يرويها عن مجهول الحال أو يرسل لك الرواية إرسالا يقول أن فلان من أصحاب الحسين قتل 100 أو 200، ليش تستغرب؟ هاي شهادة من جيش بني أمية
ناس لا يقبلون مساومة، لا يمكن يشتروهم بمال، لا يعيفون السلاح، جايين حتى يستشهدون. الجيش المقابل شنو كانت صفاته؟ مهزوم نفسيا. ليش؟ لأن جاي لأجل المصلحة، جاي لأجل المال، جاي لأجل السلطة. هذا اللي يطلب السلطة ويطلب المال مستعد يضحي بروحه، مستعد يتحمل فرد جراحة قوية تبتر فيه يده أو رجله، طبيعي. لذلك الروايات في المقاتل تقول إذا شد بهم فروا أمامه كفرار المعزة إذا شد بها الذئب، لأن ما يردون يموتون، ما يردون يقتلون، بعكس أصحاب الحسين إذا هجم أحدهم عليهم صاروا كالجراد المنتشر من الفرار. اللي يدرس الحالة المعنوية للجيشين يفهم أن بعض المقاتل حينما تروي أن فلان قتل من الأعداء 100 و120، هذا إن شاء الله هم نتحدث عن بعض مزايا أصحاب الحسين حتى نعرف كل غرابة ماكو في هذا الموضوع، أبدا كل غرابة. وإن كان المقتل الذي يروي عن مجهول أو يروي مرسل، لأن الشواهد تعزز هذا المعنى. أما هسه قوله بأنهم إما يريدون حياض المنية أو يستولون على الملك، هذا منطوق فرد واحد أموي، هذا مفهوم فرد واحد أموي، ما يفهم تضحية الحسين وأنصار الحسين لأجل الدين مو لأجل السلطة. هذه هم تنبيه للشباب حتى حينما يمرون على مثل هذه الروايات يصير عندهم الميزان للتقييم، مو أي شيء يقروا يتأثرون فيه، لازم يصير عندهم ميزان. خاصة وأن إرادة الله وإرادة حجة الله سيد الشهداء كانت مع أنصاره. إذا هم أنصار الله وأنصار رسوله، خوف طبيعي، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمية تصير مسددة، والضربة تصير قاتلة، والقوة تصير مضاعفة. قوة الروح لا تضاهيها قوة. زين. ويشهد لهذا أن أكثر رموز أصحاب الحسين خصوصا من بني هاشم ما قتلوهم بالمواجهة المباشرة، وهاي كتب المقتل أمامكم، شوف، قتلوهم بالغدر مو بالمواجهة، حتى سيد الشهداء قتلوه بطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن هذه الطريقة لا ينبغي أن يقتل بها حتى أدنى المخلوقات، قتلوا بها الحسين، لأن ما كان عندهم شجاعة المواجهة، ما عندهم. العباس قتلوه بالغدر، علي الأكبر قتلوه بالغدر، القاسم قتلوه بالغدر، الحسين قتلوه بالغدر. ناس لا شهامة عندهم، لا شجاعة عندهم، لا. فطبيعي لما ينبري لهم أبو الفضل يقتل منهم المئات، ليش يستغرب البعض الناس بهذا المستوى؟ الكثير من الوقائع والأحداث الأئمة الأطهار وأهل البيت هم تحدثوا عنها، حتى إذا ما وردت في رواية في المقتل المتداول أو في كتب التاريخ المتداولة، النصوص الواردة عن الأئمة الطاهرين وأهل البيت هي تكشف لك الوقائع. إذا قرأت التاريخ قراءة متمعنة متأملة، بعض تفاصيل الأحداث
أشار إليها الحسين صلوات الله عليه، وتحدث عن الطريقة التي سيقتلونه فيها، تفاصيل كثيرة، بس لأنه إحنا بعدنا ما داخلين في محرم نمر على هذه الأشياء حتى نعرف حينما نقول بأن التوثيق لروايات المقتل له ضابطة غير الضابطة التي تنطبق في روايات الفقه. في روايات الواجبات والمحرمات ها مو كل الفقه، يعني حتى في الفقه المعتمد وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر. الإمام حجة الزمان صلوات الله عليه في زيارته الناحية بناء على أنها صادرة منه لا من الإمام الهادي عليه السلام، لأن محل خلاف هذه القضية. الإمام زين العابدين أشار إلى جملة من الأحداث، السيدة زينب أشارت إلى جملة من الأحداث، فضلا عما حكاه النبي وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن من الأحداث. اعرضوا ما تقوله المقاتل وتنفردوا به على ما ورد عن المعصومين، حتى تشوف إيش قد أكو تعاضد مضموني. أذكر لكم بعض النماذج، مثلا شوفوا هذا النص. الإمام عليه السلام يصف قتل الحسين، كيف يصفه؟ قال ذبح كما يذبح الكبش. وأنت فطن وتعرف هاي العبارة ذبح كما يذبح الكبش، شنو من دلائل فيها؟ الكيفية كيف كانت؟ فإذا جاءت رواية تتحدث عن مثل هذا ليش تستغرب؟ تقول الراوي مجهول، أو تقول الرواية مرسلة، أو تقول هذا المقتل متأخر، أو هذا المقتل جاي من كتب غير العرب ولا نعلم بأن هذه الروايات معتمدة أو غير معتمدة. العقيلة زينب لاحظوا تصف بعض الأحداث، تقول يتصفح وجوههن القريب والبعيد. يتصفح، والشريف والدني. يتصفح شنو معناه؟ تتحدث عن الحالة اللي كانت عليها النساء. إذن إذا جاءت روايات تتحدث عن بعض حوادث السبي ليش يستغرب البعض منها؟ كلام حجة من أهل البيت تتحدث عن هذا المعنى. وكذا قولها عليها السلام هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء. شنو مدلول مقطع الأعضاء؟ اعرف، تأمل في هذا النص. مقطع الأعضاء يعني ما اكتفوا بذبحه. مثل هذه النقولات والنصوص المعتبرة تصحح بعض الروايات اللي وصلت بالمقاتل مرسلة أو مجهولة الراوي أو ما أشبه ذلك، أو اللي يتفرد بها بعض أرباب المقتل من المتأخرين، أو ترد من الكتب غير العربية. لاحظوا هنا أكو نكتة أيضا معززة لهذا المعنى. أعداء الحسين صلوات الله عليه دواعي الجريمة والجناية فيهم كانت تامة، ما كان عندهم شيء يحول بينهم وبين ارتكاب أي جناية، وهذه صفاتهم وأحوالهم هم في رواياتنا موجودة وهم في كتب التاريخ. من جهة أخرى دواعي النصرة الإلهية للحسين أيضا كانت موجودة،
دققوا المطلب هنا شوية دقيق. إذا كان العدو في كامل استعداده لارتكاب أكبر جريمة وأعظم جريمة، شنو بعد قتل الحسين أكو من جريمة؟ وإذا كانت الإرادة الإلهية بحسب الأدلة اللي متوفرة عندنا ويقينا هو هكذا قائم على الوقوف مع الحسين ونصرة الحسين، الحسين ثأر الله، قتيل الله، كرامة الله، إرادة الله معه، إذن هذا النحو من النصرة يستدعي ظهور الكثير من الآيات والكرامات قبل الواقعة ومع الواقعة وبعد الواقعة، ويستدعي أن الأعداء يرتكبون في أثناء أعمالهم ومسيرتهم جنايات بعد جنايات، ما اكتفوا بجناياتهم فقط في عاشوراء، بعد عاشوراء وقبل عاشوراء أيضا كانوا يرتكبون. فإذا وردت بعض الروايات تتحدث عن فجايع أخرى غير مذكورة في الكتب المتداولة في الأيدي، ليش واحد يستغربها؟ وإذا جاءت بعض الكرامات لرأس الحسين أو لدم الحسين أو لأهل بيت الحسين أو لأنصار الحسين ما وردت في الكتب المتداولة، ليش الواحد يستغربها؟ إذا كانت إرادة الله مع الحسين، إرادة الله تقتضي أن يظهر الباري عز وجل هذه الحجة الإلهية على الناس. إذن التاريخ والأحداث والوقايع ليس كلها جمعت في كتب المقتل المتداولة، كثير منها لم يحصل عليها من صنف، والحوادث التي ذكرت هم شاهد على هذه الحقيقة. لاحظوا ما رواه السيد ابن طاووس في اللهوف، ابن طاووس مو من المتقدمين، من المتأخرين، قال: لما قتل الحسين عليه السلام جاءت جارية من ناحية خيم الحسين عليه السلام، جارية، فقال له لها رجل: يا أمة الله، إن سيدك قد قتل. قالت الجارية: فأسرعت إلى سيداتي حرم الحسين وأنا أصيح، فقمن في وجهي وصحن وارتفع الصياح، فغضب اللعين عمر بن سعد وصاح: يا ويلكم، أكبوا عليهن الخباء الخيم، واضرموها نارا واحرقوها بما فيها. جارية تروي هذا الخبر: فأشعلوا فيها النار، فخرجنا النساء حواسر مسلبات حافيات باكيات يمشين سبايا في أسر الذلة. فقال الراوي: فوالله لا أنسى زينب ابنة علي. وهي تندب الحسين وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والردى، وبناتك سبايا. يا محمداه، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه الصبا، قتيل أولاد البغايا، وحزناه وكرباه. وهذا حسين محزوز الرأس من القفا.
مسلوب العمامة والرداء بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي من لا غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من نفسي له الفداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء، بأبي من جده محمد المصطفى. كل هاي الأحداث أسردتها. قال الراوي: فأبكت والله كل صديق وعدو. ثم إن سكينة اعتنقت جسد أبيها الحسين، فاجتمعت عدة من الأعراب حتى جروها عنه. هذه المقطوعة، هذه الخطبة، هذا البيان شقد تضمن من أحداث ومن وقايع، فضلا عن قوة البلاغة التي تتضمنها هذه الكلمات، هي ليست تعابير رواة أو تعابير مؤرخين، هذا تعبير لبنت أبي طالب، لبنت علي بن أبي طالب سيد أهل البلاغة. فمثل هذه الخطب، مثل هذه الكلمات إذا اعتضلت مع روايات مرسلة أو روايات مجهولة الراوي، ليش ما هذه استغرب؟ في نفس الوقت هم تكشف عن الأحداث التي جرت، حتى كيفية ذبح الحسين هم تحدثت عنه. فلو وردت رواية في كتاب متأخر، هاي النتيجة، أو مرسلة تحكي مثل هذا الحال، أو تحكي عن ظهور معجزة أو كرامة للحسين، لا ينبغي الاستغراب ما دام لا يوجد مانع من قبولها. هاي هي الضابطة، هاي هي القاعدة. ولو وردت في شأن جناية أو جريمة أن الأعداء ارتكبوها في طريق الأسر أو في طريق السبا أو في عاشوراء أو في أي موقع من المواقع، فلا ينبغي أن يكون الإرسال ومجهولية الراوي مانعا من قبولها، ما دمنا لا نعلم بالكذب لأصالة التصديق عند العقلاء ولأصالة الصحة. مضافا إلى هذا، الروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين وهي متواترة في المعنى تنهى عن رد هذه الروايات إذا كانت مجهولة الراوي أو كانت مرسلة. تفصيل هذا الكلام غدا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوقفت نفسي للحسين وغايتي أحظى بفوز في جنان الآخرة، وسموت في قدس المآتم خادما، لا يخدع الشيطان نفس الطاهرة. إن جارت الدنيا وخيم ليلها، حب الحسين سفينتي وشائره.